تم نشر اليوم خبر تقرير من البنك المركزي البنك الدولي بيؤكد أن ارتفاع نسبة الفقر في مصر نسبة 22% تقريبا، وأعتقد أن هذا التقرير قد يكون أقل من الواقع الحقيقي للمصريين الذين يعيشون بالفعل تحت خط الفقر وأصبحوا اليوم ليسوا من دول العالم الثالث، ولكن لو هناك تصنيف رابع أو خامس سنكون من هذه الدول للأسف. طبعا أنا الصورة ليست سوداء، ولكن المستقبل قد يحمل الكثير من الأمل، ولكن الواقع الفعلي الآن يؤكد أن المصريون يعانون ويعانون بشدة ويعانون بقهر، والمستقبل القريب قد نجد هناك من المشكلات العديد والعديد التي قد لا نستطيع أن نواجهها. ويعرض التقرير أن نسبة الفقر في مصر بيقول أن 22% فقراء في مصر، ويؤكد أن هناك عدد كبير جدا من المصريين لا يجدون الرعاية الصحية الكافية ولا يجدون التعليم المتكامل الذي يعد رجالا للمستقبل كي يقودوا وطن بحجم وقيمة مصر. وكذلك يتحدث التقرير عن الأحوال المعيشية وأن المصريين عدد نسبة كبيرة جدا منهم لا تجد دولارين في اليوم الواحد لكي ينفقوها على الطعام والمسكن والشراب والعلاج، إلى جانب تطهور كل هذه الخدمات. ويؤكد التقرير أيضا أن مصر في مواجهة أزمة مقبلة، ويجب على المصريين أن يسارعوا في الخروج من هذا النفق المظلم ومن هذه الأزمة التي قد تعصف بحياتهم وبمستقبلهم. واليوم هناك عدة مطالب لمجلس الشعب ومجلس الشورى للخروج من هذا النفق المظلم والخروج من هذه الأزمة وعدم الإبقاء على حكومة الجنزوري وسحب الثقة منها، وهو ما يجب أن يحدث لأن الوضع يسير من سيء إلى أسوأ. بجانب الانفلات الأمني هناك إهمال تام لكافة المشاريع ولا توجد أي خطة، يعني تغيب تماما عن هذه الحكومة الخطط المستقبلية أو الخطط الحالية أو الآنية للخروج من هذا النفق، وتتصاعد كل يوم أزمات البنزين والغاز والسولار. ويعني حتى الآن الحمد لله نحمد الله أن لم تتصاعد أزمات الخبز والعيش، يعني حتى الآن موجود، ولكن أزمات البنزين والسولار تكاد تعصف بالمصريين في الشارع، إلى جانب الانفلات الأمني، بجانب نقص الخدمات أو عدم وجود خدمات بشكل كافي وبشكل منتظم. ونعود للتقرير، وهذا التقرير قد لا نأخذه مسلمات، ولكن نحتاج إلى وقفة حقيقية مع من يقومون بدعم مصر من الدول العربية ومن الدول الأوروبية، وإذا كانوا سيدعمون مصر ويقفون إلى جوارها فيجب عليهم أن يقدموا هذا الدعم في هذا التوقيت، ولو لم يقدموه في هذا التوقيت فإنهم كاذبون، ويجب أن تعلم مصر من عدوها ومن حبيبها في هذا التوقيت الخطير.